الساعة 7:20 صباحا استفاق سكان شرق الرياض على حادث لصهريج غاز بعد انقلابه تحت جسر الحرس الوطني. قبل وصولنا الحادث الأدخنة كانت تتعالى وتكسرت نوافذ المباني في الحي بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء. وصلت الأجهزة المختصة لإنقاذ ما تبقى من الأرواح التي ساعدهم فيها المواطنين. أكثر من 20 سيارة إسعاف وإخلاء جوي وإطفاء بعشرات السيارات. الحادثة وقعت عند انقلاب الصهريج ما أدى إلى انفجار مبنى يضم معدات ثقيلة التي تعتبر غير مسموح فيها في وسط أحياء سكنية. لينتج ما يقارب 25 قتيلا وإصابات متفرقة نقلت بين المستشفيات في الرياض، وخسائر تصل إلى 100 مليون ريال من بينها سيارات خاصة وصلت لأكثر من 11 سيارة. شكوك بعض المواطنين التي أوردوها في إشاعات عبر التواصل الاجتماعي أن هذا الحادث مفتعل نظراً لعدم وقوع الجسر وتضرر جزء كبير بمبنى الزاهد المجاور. أقوال الدفاع المدني تقول أن الصهريج وقع في هذا المكان تحديداً. يظهر من تحقيق الدفاع المدني أن 17 طناً من الغاز تسرب إلى شركة الزاهد، مما أدى إلى انفجار المعدات فيه ليتحول المبنى لركام وأيضاً عدد من المباني المجاورة. وتضرر الجسر بميلان سوف يغلق على إثره لأشهر عديدة معرقلا حركة السير الخانقة، بينما خضع سائق الشاحنة في مستشفى شميسي لتحليل الكحول.